السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. بعد الإعلان عن موجة وبائية جديدة، وزارة التربية لا تعليق للدوام الحضوري في المدارس. نفت وزارة التربية وجود نية لتعليق الدوام الحضوري في الوقت الحالي، رغم إعلان وزارة الصحة عن دخول العراق بموجة جديدة من فيروس كورونا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون أن الوزارة جددت توجيهاتها إلى مديرياتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالتزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات خلال دوام المدارس، سواء كان للطلبة أو الملاكات التربوية. وأشار إلى عدم وجود أي تغيير في آلية دوام المدارس بواقع 5 أيام في الأسبوع، وكان يوم السبت خيارا متحركا. أيام الدراسة الحضورية لبعض المديريات لتسوية الجدول الأسبوعي، خاصة في المدارس الثنائية والثلاثية الدوام، لمنح المادة المنهجية الوقت الكافي لدراستها بالشكل الذي يتوجب على الملاك التربوي اتباعه لإيصال المعلومة للطالب أو التلميذ.